السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات، أهلا ومرحبا بكم. أتمنى تكونوا تسمعوني لأن كاين البرد اليوم، كاين البرد، كاين البرد وكاين السدان. بغيت نوريكم غير الأجواء هنايا هنا برا، كل شيء مطرق، كل شيء مسلسل. دزت هنايا عند الحلاق لنوريكم الحلاق، أحسن حلاق في إستي. ها هو، شفتوه؟ عليت السلام عليكم. وهالمحل ابو رزان اللي سديت، شتو انا عاد ندور، شتو هو، وهالحلاق المهم الاخوان. غادي تشوفوا معايا الكارثه العظمى ديال الاوستاليه الفيران. غنبدا بكم بهذا البار. ها هو، هذا هو كاين فيه، راه هو اللي شوف الزنقه كيفاش دايره، شوفوا كلشي خاوي، كلشي ساد. هذا بار ساد هو قدامنا، وهذا تا هو هو بار ساد، شفتو كلشي مطرق، السنسله هاد البلاصة اللي غادي ندوز منها دابا. البارح كان فيها اضراب، هاد الناس مول الاستاديه، مول الفيران، مول القهاوي، انه كانوا خارجين كيغوتوا. ملي نمشي ليها غنوريكم فين كانوا واقفين، لان الحق بالضرر بزاف. وقال لك هاد الناس ما باغينش مساعده من هاد الحكم، باغين يخدموا هما. هانتوما دورا كلهم فيران، هانتوما هذا بار، هذا بار، هانتوما هالكراسة فين مسلسلين، شفتوهم ورا الاخرين فينا هما، هذوك تاهما راهم بيران، كلشي مسلسل. يعني الكارثة الاقتصادية اللي غادا تضرب اسبانيا كاملة، ماشي غير هنا، ماشي غير هنا فينا برا. يعني كيقول لك اودي زعما واش هتشعل على هاد الناس مولين البار. المشكل هو مال المدارس، علاش المدارس باقي محلولين، علاش الملاهي الليليه مازالت هي كيحلوا، كينقصوا لهم غير سميتو غير الافورو ولا الطاقه الاستيعابيه. انتما كتشوفوا كلشي ساد، ها انتما على الاخر، هذا هو القلب النابض ديال هذه المدينه. هذه فيها تقريبا واحد 13000 ديال النسمه ديال الناس. وكما قلت لكم هذا هو البلاصه ولا الساحه، القلب النابض ديال هذه المدينه. هذه هما هاد الريستورات وهاد الفيران اللي كاينين هنايا عامرة. ما انتم كتشوفوا، نزيد بكم شوية ليها. هذا بار اخر تا هو، ها هو ساد. يعني الكارثة الاقتصادية اللي كاينة في هاد الفيلاج دابا، ولا في هاد المدينة لا بغيت نقول، لأنها كانت فيلاج صغير ولكن بقى غادي وكيكبر، بقى غادي وكيزيد. وكاينين الناس هنا العرب بزاف، أكثرية واحد العامين ثلاث سنين الأخرى. ها انتم كتشوفوا الإخوان والكراسة، كل شيء ساد، كل شيء مطرق. هذا تا هو يا بار، هو ساد، شفتو هانتوما الكراسة، كل شيء مطرق، كل شيء ساد. شكون اللي حالين؟ حالين دوك الحانات اللي كيبيعوا الخبز هما اللي حالين. هانتوما هذا تا هو ساد، شفتو كبار. وهذه هي البلاصه اللي كانت البارح عامره، هذه هي شفتوها هنا. البارح كانت الروينه كانت عامره بالناس مال هذا البران اللي وريتكم، والقهاوي. ها انتم شوفوا الكراس، هذا تاع ورا بار، ها هو ساد، شفتوه. وما خافيه كان اعظم، هادو غير اللي قلت لكم في البلاصه. الا بغيت نقول كما قلت لكم في البدايه، القلب النابض ديال هاد المدينه هادي هي هاد الساحه هادي، جميع البيران، القهاوي اللي فيهم يعني المعيشه، ولا في كترزق الناس. يعني كلشي دابا ساد، كلشي مطرق. كما قلت البارح كان الغوات، وكان السطاح على هاد السدان هذا.
الناس كيقولوا ما بغيناش المساعده، باغين يخدموا على راسهم. نتمنى نحط لكم واحد الفيديو هنا حدايا باش تشوفوا. الغريب في الامر ان البيران كما قلت لهم يسدوا. الا لاحظتوا معايا هذا الفيديو اللي كتشوفوا هنا بالجنب ديالي ديال السباق ديال البشكليطه، شوفوا الناس كيفاش شوفوا كيفاش الانطلاقه ديالهم، وكل شيء حدا واحد حدا واحد، ولا حول ولا قوه الا بالله. فينا هي هذيك المسافه، وفينا هي هذيك القضيه ديال الحقه، واخا تكون الكمه ما خصك تكون ديك المسافه ديال متر ونص حتى 2 متر، يعني ما كايناش. يعني الاشغال اللي بغاو هما يا كتخدم يخدموها، ما كاينش مشكل، واخا ما كاينش ديك المسافه ما كاينش مشكل. ولكن الناس مثلا بحال البيران اللي كيترزقوا فيهم الله، الناس اللي كيمشي يشرب قهوه، يعني قال لك اسيدي لا. المهم هنا غادي نزيد لكم واحد شويه هنايا ونكملوا هذا الفيديو هذا، ولا نساليو هذا الفيديو. شي ليكي الاخوان، هذا تا هو بر هو سد، تشوفوا هاد التسلسل، يعني كل شيء مسلسل انتوما، وما خفي كان اعظم كما قلت. المهم الاخوان غادي نكون ساليت هذا الفيديو، غادي نمشي للطوموبيل ديالي وغادي نمشي بحال هادي، هادشي اللي كاين.